الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه المحاضرة الرابعة من محاضرات مادة السويتش جير أند بروتكشن. بنتكلم فيها عن مقدمة ونظرة عامة عن السيركت بريكرز. طيب، السيركت بريكر هي سويتشنج ديفايس تشتغل إما بطريقة أوتوماتيكية أو بطريقة يدوية لفصل وتوصيل الدائرة الكهربائية لغرض حماية الباور سيستم من الأوفر كارنت كونديشنز، سواء أوفر لود أو شورت سيركت. في السيركت بريكر تختلف عن الفيوز، إن الفيوز يجب أن تستبدل بعد فتح السيركت، أما البريكر بإمكان عمل لها ريست إما يدويا أو بطريقة أوتوماتيكية لاستئناف العمل بعد زوال الأوفر كارنت كونديشن. ففي السابق كانت الفيوزز تستخدم بشكل رئيسي لحماية السيركت حتى تقريبا السبعينات الميلادية، فمع التطور الحاصل في السيركت بريكرز سواء في أنواعها المختلفة والميكانيزم المستخدمة واستحداث تقنيات جديدة في التحكم بعمل البريكرز، حلت هذه البريكرز مكان الفيوزز في كثير من التطبيقات. فالبريكرز تختلف في أحجامها ابتداء من البريكرز والسويتشز الصغيرة الموجودة مثلا في المنازل، إلى البريكرز الكبيرة في السويتش جير الموجودة في السبستيشنز. ومن أشهر الشركات المصنعة للسيركت بريكرز شنايدر وأي بي بي وسيمنز. طيب، بالنسبة لأنواع السيركت بريكرز في عدة تصنيفات، بإمكاننا نصنفها مثلا حسب نوع الارك انتربتنج ميديوم، يعني مكان إطفاء الشرارة أو القوس الكهربائي، وهذه تكون فقط في الهاي فولتج سيركت بريكرز، فيمكن أن يكون هذا الميديوم اير أو اويل أو فاكيوم أو SF6، وبندرس كل هذه الأنواع فيما بعد. ويمكن نصنف البريكرز حسب مكانها، إما اندور أو اوتدور، أو بناء على الأكشن، إما أوتوماتيك أو نان أوتوماتيك، أو بناء على الكنترول ميثود أو الواي أوف ماونتينج أو الإكسترنال ديزاين أو الفولتج ليفل. فكل هذه عدة تصنيفات، وتختلف بعض الكتب والمراجع في هذه التصنيفات بناء على السيستمز والأبليكيشنز اللي نبغى نستخدم فيها هذه السيركت بريكرز. فأغلب الكتب والمراجع العلمية في مجال البروتكشن تستخدم تصنيف البريكرز حسب الفولتج ليفل، وهذا اللي بنتبعه في هذا الكورس. فكل ما زاد الفولتج والكرنت في السيستم، بالتأكيد نحتاج لأنواع خاصة من البريكرز تكون ملائمة لهذا المستوى من الفولتج والكرنت. فإذا نقول أن السيركت بريكرز تنقسم إلى نوعين رئيسية، اللو فولتج سيركت بريكرز، وهي البريكرز اللي تستخدم في السيستمز اللي أقل من 1 كيلو فولت، والهاي فولتج سيركت بريكرز للسيستمز اللي أعلى من 1 كيلو فولت. وبعض الكتب تضيف تصنيف ميديوم فولتج سيركت بريكرز، لكن بشكل عام بعض الهاي فولتج سيركت بريكرز اصلا تستخدم في مجال الهاي فولتج والميديوم فولتج، فبتكون كلها تحت نوع واحد وهو الهاي فولتج سيركت بريكرز. في المحاضرة القادمة باذن الله بندرس اللو فولتج سيركت بريكرز بالتفصيل، وهي مثل ما ذكرنا البريكرز اللي تستخدم في تطبيقات اقل من 1 كيلو فولت، وبنتكلم في الجزء الأول عن نظرة عامة على اللو فولتج سيركت بريكرز.